في إطار هذه التغطية التي لا تزال مستمرة حول فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. كان لكاميرا أون لايف هذا اللقاء مع مستشار وزارة الشباب والرياضة في بلغاريا من خلال مشاركته في أعمال هذا المنتدى. نتابع جانبا من تصريحاته. إذا ناقشت الجلسات الأخيرة ملفات رياضة الشباب، نود في معرفة المزيد بشأن مشاركتكم خلال هذه الجلسات. نعم بالفعل جلستي ستبدأ بعد قليل، وسأتحدث خلالها عن فكرة مشاركة الخبرات الشخصية مع المجتمعين في هذا المنتدى، خاصة فيما يتعلق بقيادة الشباب لملفات مستقبلية عديدة، وماذا يتوجب على الشباب فعله ليكون مستعدا بشكل كامل للمستقبل، وأن يكونوا جاهزين لتولي القيادة خلال السنوات القادمة، وذلك على صعيد كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية. وماذا عن انطباعكم عن تواجدكم في شرم الشيخ؟ هل هذه أول زيارة لكم؟ نعم هذه زيارتي الأولى، ولكنني أسعى لتكرارها مرات أخرى. فالناس هنا لطيفون للغاية، والمدينة بالفعل تستحق تسميتها مدينة السلام، وبكل تأكيد سأرشحها لكل من سيسألني عنها. وماذا أيضا عن أولى انطباعاتك عندما وصلت هنا مقارنة بما سمعته مسبقا عن مدينة شرم الشيخ؟ حسن استقبال الضيافة هنا بالفعل غير مسبوق، بالإضافة لأن معظم المشاركين من الشباب، وهذا في حد ذاته أحد عوامل نجاح المنتدى.